تحية للجميع. اليوم رح نحكي عن بعض الميزات الموجودة في جهاز الهامون اسكي برو بمجال صوت آلة الأورج بالتحديد. أنا رح أختار صوت آلة أورج ورح أورجيكم بالداخل بالشاشة تبعت الجهاز شو في إمكانيات متعددة خطيرة في الداخل. الصوت اللي اخترناه بنلاقي انه هذا الصوت اسمه البايب اورجن. لو اخذنا المنيو هو مانو يعني البايب اورجن حاليا اذا بنلعب بالمفاتيح تبع دروبارز بنغير بصوت الآلة بمفاتيح الدروبارز، هذا شيء مؤكد ومعروف. الشغلة المفاجأة الموجودة بالجهاز، إذا احنا مثلا أخذنا البايب أورجن ورحنا على المنيو دخلنا بداخل المنيو في عنا أجهزة ثانية غير جهاز الهامون. في عنا الهامون A100، عنا البي 3، عنا البي 3، نقدر نروح للزليه بصير في تموج بالصوت. ميلو بعدنا نفس الخامة، اخذنا الخامة الاولى وعم نعمل تغييرات من داخل المنيو. عندنا جهاز الفوكس VX، نقلب بالمنيو من الداخل برضو عنا الفارفيسا. اكيد انتو بتحبوا جهاز الفارفيسا اللي بذكركم بمقطوعات مجد الحسين القديمة. تغيير هنا بالدروبارز قائم على كل الأصوات.
من الفرفيسة بنروح للاي سي اي. وهيك عمليا بالداخل بداخل دخلنا احنا بالاساس 5 بوينت كان بهالشكل. انتقلنا ل هاي اي سي اي، نبرم العجل فارفيسا فوكس ميلو سي 3 بي 3 اي 100. وهي بعض الميزات الصغيره. طبعا في عندنا امكانيه للتحكم بنسبه الصدى، الصدى من هون هيك لغيناها كليا. الشغلات الموجودة بالنسبة للأورجات بالهامون. يعني نحن نأخذ هذا الصوت حلو، نطلع من المنيو نكمل فيه، نلعب بالدرو بارز منعدل عليه. اللي هي كمان تعطي تعديلات بالعزف، اذا كان سريع اذا كان سوفت، ستاكاتو مع نقر. هاي بدون الاون، هاي مع الاون. صوت البي 3 على كيف هو العمل من الشركة بالأصل. رح أسمعكم مقطع على صوت آلة أورج الفوكس. كان في أورجات الفوكس اللي هي هلا تشمل بداخل الهامون. هون شوف جمال الصوت، انتو كنتوا تسمعوه بالاعمال القديمه.
وآخر صوت بحب أختم فيه هو عاملين سبليت هون من اليد اليسرى، في عنا بايب ميكستر أورجن، واليد اليمنى عنا صوت كورال بشري فوكال مع سترينز. نازف بيد الشمال الأكورد بيكون في إله استمرارية مع الفوكال اللي عم يخرج من إيد اليمين. انه انا اثناء الحديث لانه عم بقرب على الميكروفون فنسينا دعاسة الرجل، هلا انت بتعزف على اورج المفروض الواحد يستعمل دعاسة الرجل حتى يعطي الاحساس بشكل اجمل ومعبر اكثر. فرح اسمعكم هلا عزف مستخدم دعاسة البدن. اوكي، بتأمل انه النقطة الصغيرة اللي حاولت اظهرها بهذا الفيديو هو تعددية رهيبة
لصوت آلة الأورج من داخل الجهاز لما ندخل إلى المنيو الداخلي والتعديلات اللي بتنقل من شركة إلى شركة أخرى، فوكس، كونتيننتال، فارفيسا، هاموند، كله بجهاز واحد. الحقيقة جهاز رائع، أنا بنصح فيه. تحياتي لكل الموجودين معنا، وأهلا وسهلا فيكم جميعا بالقناة. يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للشانل، ودائما نتواصل معكم بكل شيء جديد.